حديتو مغزل حديتو مغزل فعلا. دونك كنحتاجو 600 غرام ديال الدقيق الابيض. نص معلقه صغيره ديال الخميره معجونه. الخميره ما نكثروش، علاش؟ حيت هاد الرغيف يعني غنخدموه بشويه بشويه علينا باش ما تخمرش لينا العجينه ديالنا. وميم طون علاش انا درت فيه الخميره؟ باش اولا ما يضرناش، يعني يكون خامر، وباش كيجيو دوك الوريقات يعني كيجيو مفروقين، كيجيو باينين. دونك غنحتاجوا نص معلقه صغيره ديال الخميره معجونه، معلقه صغيره ماشي معلقه كبيره، نص معلقه صغيره ديال الخميره معجونه. غنحتاج معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال سنيده، وغنحتاجوا الماء بارد هو باش غادي نعجنوا. دونك نعاود لكم مقادير: 60 غرام ديال الدقيق، نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، شويه الملح، ومعلقه كبيره ديال السنيده. تنعجنوا العجين ديالنا بالماء بارد، كندلكوها مزيان، يعني العجينه تكون مقاسها مخفيفه. راه كتعرفوا تبارك الله المغربيات كلشي كيعرفوا يعجنوا الرغايف ويعجنوا المسمن، دونك بحال العجينه العاديه ديال المسمن. كنقسمها، هاد 600 غرام تتعطيكم 8 ديال الكرات، يعني تحاولي تقسميها على 8 ديال الكويرات مقادين. كنغطيهم بواحد البلاستيك وكنخليهم كيرتاحوا تقريبا واحد 30 دقيقه. في هاد 30 دقيقه اللي كيكون العجين ديالي كيرتاح، كناخذ انا واحد 200 غرام ديال اللوز كنقيه وكنفسخو وكنقيه وكنحمروه في الفران، يعني باش ما يهزش الزيت، يعني كندير فيه معلقه ديال الزيت الروميه وكنحمروه في الفران وكنهرمشوه. يعني تقدري تستعملي اللوز كونكاسي ومحمر الا كان عندك، باغ كونطخ انا درت اللوز عادي مسلوق مفسخ ومهرمش. دونك كطريقه كناخذ واحد الاناء كندير فيه الزبده، كتكون لينه بحراره المطبخ، ومن الاحسن نستعملوا الزبده عاديه، يعني ماشي الزبده مارغرين. كناخذ واحد زليفه اخرى كندير فيها الزيت الروميه، كنجي فوق الرخامه ديالي وتنطلق، يعني تنطلق ديك الكره ديالي مزيان، كنمشيها غير برؤوس الاصابع، نحاولوا ما نستعملوش الكف باش ما نتقبوش العجين ديالي. هو راه تيتثقب، يعني ماشي مشكل، واخا يتثقب ما عندناش مشكل. دونك كنورق مزيان مزيان مزيان، يعني ديك الكره عرفتي تتولي فريمون كبيره وكتولي شفافه، يعني حتى كيبان ليا داك الرخامه كتبان ليا من التحت. كنورقها مزيان، الرخامه كنديروا غير الزيت باش الزيت كيمشي لينا العجين حسن من الزبده. دونك حتى كنمشي داك العجين ديالي مزيان وكيولي ترونسبارون، وكندهنها بالزبده غير شي شويه، ما نكثروش بزاف، ندهنوا لها الوجه ديالها مزيان بالزبده ونرشوها باللوز. هذاك اللوز تقدري تنسميه باش ما بغيتي، انا ما درت فيه والو الصراحه. نتوما تقدروا ديروا فيه المزهر، ديري فيه قريفه، ديري فيه اللي بغيتي. كنجمعوا داك الجوانب، كنبدا كنجيب من الحواشي كنجيب الوسط، يعني كنحاول نجيب داك العجين كنجمعو عندي الوسط، كنبقى نجمع الوسط حتى كتولي عندي، كنعطيها شكل دائري، وكنعاود بحال اللي كنجمع عندي ديك الكره كامله وكنقلبها وكنحطها حدايا، كنعطيها شكل دائري. كنعاود نورق الكره الثانيه اللي عندي بنفس الطريقه، وكنجيب ديك الكره العجين وكنخشيها الوسط، وكنعاود نجمع عاوتاني الجوانب بنفس الطريقه. وانا غادي ننزل لكم الصور ديال المراحل ديال التحضير ديال هاد الرغيفه باش نسهل عليكم، وكنوعدكم حتى في فيديو ان شاء الله قبل العيد. دونك كنجمعوها مزيان حتى كنكمل بنفس الطريقه، كنكملوا هاد 8 ديال الرغيفات اللي عندنا بنفس الطريقه، وكنجمعها ونخليها نخليها ما نقرصوهاش بحال دابا، حتى بحال دابا في رمضان حتى ديك الخمسه الخمسه ونص عاد تنقرصها وما تندخلهاش الطيب، يعني نخليها تخمر وندخلوها للفران، ندهن ليها الوجه ديالها بالزيت مزيان وندخلوها الطيب على عافيه مهيله غير 150 درجه باش تطيب من الداخل وتقرمش. عرفتي فاش كتحطيها راه كتبان بحال البسطيله وهي راه غير رغيفه، يعني كان انا سقيتها بالعسل، سخنت العسل وسقيتها به من الفوق ورشيتها باللوز مهرمش وبالصحه والراحه. كنت في مصر انا والزوج ديالي كانت كتفكرنا بالرغيفه، الرغيفات ديال عيد الفطر. تماما قالتها اللي مقليين ومطفيين في العسل ومرشوش عليهم اللوز مقلي ومقرمش، كانت بحال هذاك الشيء كتجي بحالهم، رائعين جدا.